دخلنا اسعاف، انا بحاله الم شديد جدا. فهي ايه ماما، ايه ماما، عم تمسك لي ايدي، يلا يلا حبيبتي يلا. هلا ما في ولا ممرضه تيجي تفتح وريد. لانه بيتعاملوا معك بطريقه تبع شو اسم المريضه هيك. ايه؟ طب المريضه مرضانه هلا بعدين، المريضه موجوعه فوتوها. قديش عمرها يا حبيبتي؟ افتحي لها وريد واعطيها ادويتها وهديها وبعدين بنحكي انا وياكي. بيوصلوكي لمرحله بتصيري بتولولي وبتعيطي وبتعصبي. لا بتقلب بتصير عبده. ايه لا، وبيتعاملوا مع المريض ببرود، هذا اللي بضايقني. خليني روح على املي هلا، الصبيه اللي شايفتها قدامي. قد ايه عمرك املي؟ 23 سنه، يعني فيها تتزوج. انت حاضره تزوجيها؟ نفسي نفسي اشوف اولادها. عايزه تزوجك. انت حاضره للزواج؟ انا بروح افرح بس ولا ولا هيك عندك خطوط حمر وعلامات استفهام من تجربة أمك وصديقتك يلي فشلت؟ يعني أمك يلي هي أمك وصديقتك. هلأ بحاول ما أوقع بالأغلاط اللي هي وقعت فيها أكيد، والنصيب وقت بده يجي بيجي. يعني أنا إذا كنت جاهزة مالي جاهزة، صغيرة كبيرة، نصيبي حيجي. ليه حاسة إنه في شيء أنا؟ هلأ؟ مش عم توقعينا؟ هلأ شوفي، في أكثر من حدا يعني دقباب محكي فيني. ما كانت املي جاهزه. شو بدك تقولي لما احكي كانت فيها؟ لساتها لا، لساتها كانت عن جد يعني كان عم بجرب يحكي بس ما بس ما حكي مش فريقه. اكثر من مره اجاها خطابين وهيك، واقعد انا من حمايه. عرفتي شلون؟ يا كيف بتشوفي حالك حما بعدين؟ ليه شو حماية؟ انا هلا اللي بدي اتجوز. والله هي حلوه، بتقلي انه انا رح احبه ورح يكون مثل يعني ابني، يعني رح عامله مثلك، رح تكون رفيقتكم. هي يعني هيك بتفكر. ايه يعني الميل بيوازي بيوازي الحب برايك؟ المال بيوازي الحب من بناحيه بنتي ولا شو؟ ولا بشكل عام؟ بناحيه بنتك اكيد لا. انا اتمنى انه يكون رجل بمعنى كلمه رجل. نحن مو ضمنانين نعيش كل العمر، فأنا بدي أكون مطمنة على بنتي إنه هي عايشة مع رجل حقيقي، رجل يحترمها يحبها يسونها بغيابها أكثر من حضورها. بتحسي هذا القرار بدك ترجعي لأمك فيه ولا هو قرارك بالنهاية؟ إنه ما بتقولي إيه لا، إنه مين هو الشخص اللي بتزوجيه؟ يعني ممكن إذا أمك قالت لا على شخص تقولي أنت إيه؟ تقولي لا أنا اللي بدي أتجوز؟ إذا بحبه بحاول أقنعها فيه، بس يمكن هي أكيد دائما الأم عندها نظرة أبعد من البنت. لما بتقول الأم لا بيكون في أسباب، فأنا لازم إنه أشوف شو هي. إذا قنعتني اقتنعنا، يا بقنعك يا بتقنعيني. والله يا حبيبتي بتقتنع. لا عن جد الأم عندها نظرة يا مام. ما بتكون البنت شايفتها، يمكن تتعرف عليه إله كشخص بعدين بتسألني إنه شو بيشتغل شو بيعمل كذا، وبنتفاوض بالموضوع نحن التنتين بنشوف إذا مناسب أو لا. نصيحة دائما بقولها لأملي، ماما البني آدم بيضل بيغلط بهالحياة وبيتعلم، ما تندمي على شيء، تعلمي من غلطك والدنيا رح تضلها مدرسة ورح تضل عم تتعلم منها. مو نصيحة، هو مثل بتقلي إياه. ماما كتر الهف بتنهف لو كنت غالي، هي شامية، بما معناه كوني ثقيلة، كوني خفيفة الظل، خلي الناس تشتاق لك، وقت تكوني بمكان دائما حافظي على قيمتك فيه. ما بتذكر اني اخذت قرار كان متهور، لانه انا حدا بيدرس قراراته كثير، فلذلك ما في قرار اخذته بحياتي واملي بتعاتبني عليه ابدا. قرار متهور يمكن السفر وانا وصغيره، مو تهور، هو يمكن كان خوف على اوضاع البلاد اللي نحن كنا فيها، بس السفر كان انه انتقلت حياتي من بلد لبلد وانا وصغيره، كان يمكن قرار شوي ما انا كان لي قرار فيه، ما لي راي فيه. يمكن فاجئ الكل بموضوع غضبي، يعني انا لما بكون كثير معصبه فبكون عندي انرجي اكثر، طاقه اكثر، فرغ غضبي باني بمزح زياده، بضحك زياده، بغني زياده، ممكن احكي نكت، يعني غضبي غريب نوعا ما، واحيانا بلتزم الصمت. عندها طرق تعبير كثير، ممكن تلاقيها عم بتنظف البيت، ممكن تلاقيها عم بتزحول الديكور، ممكن تلاقيها سكرت على حالها الباب وقفلت وما بتفتح لحدا، بتصير جوا تحكي وتعيط وتصرخ لحالها على حالها. عندها اساليبها الخاصه يعني، بس المهم انه هي ما بتتفشش بحدا.